مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه لشوف تيفي. قالت المندوبيه الساميه للتخطيط على ان جائحه كورونا خلفت مجموعه من الاثار السلبيه يعني داخل الاسر المغربيه سواء اثناء الحجر الصحي او بعد الخروج من الحجر الصحي. وضحت المندوبيه في مذكره اخباريه لها بمناسبه اليوم العالمي للسكان سنه 2022 اللي كيتم الاحتفال به في 11 يوليوز من كل سنه انه فيما يتعلق بتوزيع الاعمال المنزليه من المطبخ غسل الاواني وغسل الملابس فكتقضي المرأة حوالي 6 ديال المرات أكثر من الوقت مقارنة مع الرجل في الأعمال المنزلية. وضحت المندوبية على أن المرأة كتقضي 45 دقيقة إضافية من الأعمال المنزلية مقارنة مع الأيام العادية قبل جائحة كورونا. وبرزات أيضا على أن متوسط الوقت اليومي المخصص للأعمال المنزلية بلغ 4 ديال الساعات و27 دقيقة للنساء مقابل 45 دقيقة للرجال. ومن ناحية أخرى يعني من بعد الجائحة ولاو مجموعة من الرجال كينخرطوا في الأعمال المنزلية وكيساعدوا الزوجات ديالهم. وأظهر البحث أيضا على أنه حوالي 45% من الرجال شاركوا في الأعمال المنزلية مقابل 13.1% سنة 2012. ويعد الرجال أكثر انخراطا في الأعمال المنزلية يعني اللي كيتوفروا على مستوى تعليمي عالي بحيث كيقضيوا حوالي 51 دقيقة في الأعمال المنزلية. بالإضافة إلى ذلك ساهم حوالي يعني كل واحد من كل 5 رجال يعني حوالي 19.3% في الأعمال المنزلية لأول مرة أثناء الحجر الصحي. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا نهاية هذا الخبر. إلى اللقاء.